السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بابي هواير هواريو اي هوب فين ان شاء الله. وي سبوز ستادي نمبر 18 فروم سورة الكهف. اي وريد ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. كبابي يشود practice this ايه اتهم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.